انا ملي شفت البنت ديالي اختفت لي بحال هكا مشيت علمت رجال الامن بحال هكا كتبت واحد المحضر بان عندي اختفاء ديال الدريه بنتي انايا فهمتي حتى هما نسبه الامن داروا الدور ديالهم الله يجازيهم بخير وقفوا معايا جراو معايا داروا معايا لونكيت كل خطره كيجاوبوني كيستدعيوني فهمتي كنمشي عندهم كنعاود لي بحال هكا اي حاجه بحال هكا قال لي وقع شي حاجه بسيطه ولا قليله ولا كبيره شي اتصل بينا عيطنا بحال هكا وفعلا كنمشي عندهم كنلقى شي خيط ولا شي حاجه كنمشي عندهم والله يجازيهم بخير المهم عاونوني ساعدوني تنسبل كاين حتى لشي اخوان حتى هما ساعدوني عاونوني نسبل الصحابه حتى هما الله يجازيهم بخير حتى هما جاوا ساعدوني يعني قيت بحال هكا المهم بان لي واحد شويه الامال فهمتي بعداك اما بالنسبه للام ديالي الام ديالها راه ما صبراش وراك عارف الام بحال هكا انسان البنت ديالها ملي كتختفي ولا شي حاجه بحال هكا راه كتصدام كتبقى تغوت كتفكر بزاف ديال الحوايج بانها بنتها غتوقع لها شي حاجه بنتها غتكرفسات والله يحسن العوان والله يسمح لينا من الوالدين هذا ما كان ودابا انا الزوجه ديالي دابا راه عندهم عند رجال الشرطه تمايا مع التحقيق فهمتي انا مازال ما طلعتش عندها تما مازال ما وصلت حتى شي حاجه تمايا فهمتي ولا لا وصافي هادشي اللي كاين دابا السلام عليكم بغيت نقول لكم كأن اختي رجعات مزيان بخير على خير بصحة جيدة كل شيء مزيان الحمد لله هادشي اللي كنا بغينا هذا الشيء كله من فضل الله وفضل الصحافة وفضل الأمن وفضل الناس اللي وقفوا معنا وساعدونا وساعدونا في الوقيتة اللي كنا محتاجين فيها الناس اللي وقفوا معنا اختي رجعت لنا اليوم مع 9 ديال مع 9 ونص ديال الصباح بفضل الصديق ديالي والزميل ديالي في المؤسسه ديالي اللي كنقرا فيها انسان ما نحتاجش لك ندوي عليه هذا الشخص اللي جابه انسان جد رائع ومعروف في المدرسه يعني ظريف جابها لينا مع 9 ونص ديال الصباح تسمع الصونيت كيصوني شكون هو الناقين اختي يعني كتحس بالفرحه كتحس خاصك تبكي خاصك تفرح والله العظيم الا من شفتها ما عرفتش اش غندير واش غنبكي واش نفرح يعني من طلعات والعائله يعني كلها تجمع عليها هي عادي غتحس بانسانه غتحس بالخوف يعني شنو طاري اختي كانت مخلوعه ما دوات ما حتى شي حاجه ما دوات مع حتى شي حد حدها كتبكي وكتقول لبابا اسمح لي وكتعنقو كتعنقهم بجوج يعني حسيت بهم حصريا على موقعنا هل لديك صفحه وتريد ان تروج لها هل لديك مؤسسه محل بضاعه خدمات وكاله سياحيه او علامه تجاريه وتريد ان تروج لها هل لديك اعلان اشهار لسلع الات ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.